وذكرى استشهاد البطلين هذا اللقاء بدء صليح الرئيسي السيد زموشي إلى الثورة الأمريكية الذي تبناها المثقفون فيما بعد. بعدما انتشر خبر يفيد أنه هو الذي حرر بيان أول نوفمبر من حديث ذكرى 67 لاستشهاد شهيدين رمزيين هما الشهيد بن عبد الملك رمضان رحمه الله عضو مجموعة 22 تاريخية والذي استشهد في مثل هذا اليوم سنة 54 بالولاية الخامسة التاريخية وكذلك شهيد الرمز بالقاسم الدور اللي استشهد كذلك في 30 نوفمبر سنة 54 ومن خلاله وقفة عرفان وتخليد إلى كل شهداء الجزائر. وقاسم مع هذا الشيء طبعا بدأ النشاط تاعه منذ صغر سنه بدأ النشاط تاعه السياسي هنا في وهران مع ثلة من المناضلين كما حمو بوتليليس وكان له دور كبير في تحضير لمظاهرات ماي أول ماي 45 في وهران. قاسم رحمه الله كان هو اللي كتب بيان أول نوفمبر وزيد لأنه كان له نشاط وكان من الأوائل وكان له كتابات كثيرة في الصحف الجزائر وفي الجرائد طبعا وكان مراسل جريدة المنار.